بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في السيف جاليري، جايبة لكم عرض كويس على مفرمة الخضار. السيف اهي وشكلها اهي، هي 120 واط، كانت ب76 ريال، دلوقتي ب22 ريال و80 هلل، خصم 70%. هي صغيرة يا جماعة، اهي انا جربتها، الكهرباء بتاعتها كويسة، هي كيوت كده صغيرة اهي، وشكلها هي على الكرتونة، بكام؟ ب22 ريال و80 هللة، كويسة. وفي كبة لحمة السيف برضو اهي، شكلها اهي، كانت ب137 ريال، دلوقتي ب41 ريال اهي. ودي كانت ب108 ريال، كبة لحمة برضو كانت ب108 ريال، دلوقتي ب32 ريال و40 هللة، اهو اسعارهم اهي. ودي 550 واط، الكبة دي 550 واط يا جماعة، دي مفرمة لحمة. الاتنين 550 واط، ودي شكلها في الكرتون، شكلها دي كبة لحمة يا جماعة، شكلها اهو 550 واط اهي، 550 واط كبة لحمة خاصة باللحمة، و41 ريال، يعني كويسة. وماركة السيف حلو. في حاجة تانية ليا، نافورة الشوكولاتة برضو عليها عرض، هوريها لكم، يعني عرض خيالي برضو. زي النافورة دي استلس، القاعدة بتاعتها استلس، والنافورة بتاعتها ايه، هي دي بلاستيك، كانت ب97 ريال، دلوقتي بكام؟ ب29 ريال، يعني كويسة جدا اهي، ماركة السيف. والشكل ده ب22 ريال و80 هلل. السيف برضو دي نافورة، هي استلس من هنا، وهنا بلاستيك، القاعدة بتاعتها بلاستيك اهي، ب22 ريال، حلوة برضو. ودي اختها يعني، ومعاهم الادوات بتاعتهم، دي المعلقه، ودي حاجات يعني تاخدوا بها الفاكهه وتغمسوها بالشوكولاته، حلوه برضو، عرض كويس ورخيصه للمناسبات، يعني نفرط الشوكولاته دي للمناسبات، دي حلوه برضو. دي العجيبه، مكتوب نافوره الشوكولاته العجيبه، اتنين في بعض، اتنين مع بعض يعني، وهنا وهنا استلس، دي برضو استلس، ودي استلس اهو. ده كان عرض كويس يا جماعة على الأجهزة الكهربائية في السيف جاليري، هما دول اللي معمول عليهم عرض. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.